فغيشوف المشاهد الكريم هاد الوضعية المزرية للزنقة 119 هنا بحي الوفاق 4 التابع للملحقة الإدارية سيد الخدير، الدائرة الحضرية الألفة بعمالة مقاطعة الحي الحسني. هاد الوضع المزري اللي كاين هناك واحد التواطؤ، الناس ديال السلطة، جميع القياد، أربعة القياد الذين تعاقبوا على تسيير الدائرة، تسيير الملحقة الإدارية سيد الخدير، كلهم تشكينا عليهم، كتبنا لهم وثائق مراسلات، حطينا مراسلات في العمالة، طلبنا لقاء مع السيد العامل، الناس اللي كيديسباتشي والطلبات ما حطوش لنا الطلب ديالنا، درنا طلب لقاء مع السيد رئيس المصلحة ديال الاقتصادية والمالية في شأن هذا سميتو، درنا طلب للسيد رئيس المقاطعة. فعلا خرجت اللجنة لمعاينة هاد الدكان رقم 36 من الزنقة 119 والذي حوله، كان عبارة عن سكن، حوله صاحبه إلى بيع الدكان لبيع المتلاشيات وتربية البهائم والحمير والكلاب والنعاج وبيع الخرفان وبيع ديال لاميلانس والتغذية ديال الدواجين وبيع ديال النخالة والخبز كارم. فاحنا كنقاسيو الطبات، بقينا غير الحناشة اللي يخرجوا واحد التفرعين واحد، وهناك تواطؤ، لأنه أقول تواطؤ الناس ديال السلطة. صحيح أن هذا القيد الحالي لقى الوضع، ولكن القياد اللي دازوا كلهم في الملحقة الإدارية سيد الخدير، هذاك الكلام المحسول اللي كيديروا لنا، كنمشيو نتشكاو كيعطيونا الكلام المحسول، ولكن كل ولاد الذين آمنوا ولم يعملوا الصالحات، عملوا الطالحات ولدي ما يفيد، والقرار ديال إغلاق ديال الدكان 36 الزنقة 119، قرار الإغلاق الصادر عن رئيس الملحقة الإدارية، رئيس المقاطعة الجماعية للحي الحسني، مصلحة مديرية المصالح، مصلحة التراخيص التجارية والحرفية والمهنية، في القرار كاين الإغلاق. هذا قرار الإغلاق تم إتلافه أو اتباع السيد اللي كيشتغل بهذا النشاط هذا الغير مرخص لدرجة 91. ملي جا القيد كيلقى جوج ديال الإنذارات، يوم يلقى الإنذارات ما لقاش قرار الإغلاق، قال لك ما لقيتش قرار الإغلاق، قلنا له ودي راه كاين نسخة منه، جوج ديال المراجع كاين نسخة منه في المصلحة ديال الاقتصادية والمالية، أو عاود راسل أو شو كيفاش دير. هو السيد القيد المحترم رجع المهام الظهير المنظم اللي الناس ديال السلطه، رجع المهام ديال القيد. علاش المهام ديال رجال السلطه؟ شنو المهمه ديال القيد؟ راه اول شيء راه القيد اللي ما سدش ما طبقش قرار الاغلاق ديال المصلحه ديال هاد الدكان. بالله عليك السيد رئيس الملحقه الاداريه رياض الفاق، ملي كتكون دايز بالطوموبيل وكيلقاوك الحمير والكلاب والبهيم وكيدوروا بك والنعاج، كيفاش كتحس؟ بالله السيد رئيس الملحقه الاداريه سيد الخدير، تكون انت ساكن حدا هاد اللي كيبيع الخبز كارم والنخاله وكيربي الكلاب والبهيم وكذا، خليه من داك الكلام مسؤول. انا ما بغيتكش تأزرني شفويا، لا بغيت التطبيق، وانا ما عمرني نطلب منك شي حاجه خارج القانون. انا اي وثائق ديالي غنطلب الحق ديالي، نطلب وثائق قانونيه، واطالبك من خلال هذا المنبر بتفعيل الاختصاصات ديالك، القياد بجوج، لا الملحقه الاداريه سيد الخدير والملحقه الاداريه، واذا ما فعلتوش الاختصاص ديالكم وما قمتوش بالاغلاق ديال هذا المحل، ساتابعكم جنائيا واداريا. وسط ديال السكان في الشارع العام، منطقه حضريه بالحي الحسني، بوسط الحي الحسني، بوسط الدار البيضاء، باقي تنشوفوا فيها الحمير، وباقي تنشوفوا فيها وحده مؤسسه تعليميه، وباقي تنشوفوا هذا نوع من الدساره. درنا شكايات، حطيت شكايات انا في النيابه العامه، ولكن في لاسانتيز كتكتب انعدام فعل، انعدام على ايجاد عناصر الجريمه او شي حاجه بحال هكذا، كتحفظ، حنا غنخرجوا لك شي من الحفظ. فلا يقال وسط من السكن، وسط من احياء سكنيه، باقي تنشوفوا الحمير وكنشوفوا الكلاب وكنشوفوا النعاج وكنشوفوا امام اعين ومراه السلطه، السلطات الامنيه والسلطات المحلية. لا يقال، هذا نوع من التواطؤ، هذا نوع من التواطؤ أو نوع من الكسل. وأطالبكم بالقيام، خرجوا من دوك المكاتب المكيفة ديالكم، خرجوا شوفوا المهام ديالكم، رجعوا للظهير المؤطر للسادة البشوات والقواد والناس ديال رجال السلطة. أول شيء
اول شيء هو هذه المحلات التي تشتغل بدون ترخيص يجب اغلاق ديالها، خاصه ان هذه المحلات هذه راه كتسيء المواطنين، وحنا مرضنا نفسيا ومرضنا عضويا من جراء الروائح الكريهه المنبعثه من هذا. واش كاين شي واحد مصلح الى سنين كيبيع الخبز كرم وكيربي الكلاب ويربي الحمير وسط حي اهل بالسكان؟ طبعا هنا في الوفاق 4 عندنا مشكل ديال طبعا الحيوانات وتربية الحيوانات، طبعا اللي هي كتكون في مجال اللي هو قروي اساسا، ولكن هنا طبعا كنشوفوا مجال حضاري، ورغم ذلك يعني لا زالت هذه الظاهرة منتشرة في هذا المجال. وطبعا الساكنة يوم يشكيو يوم يديروا في الطلبات، ولكن للأسف الشديد يعني فلا زالت السلطات لم تستجيب لهذا الأمر. وطبعا هذا يشكل ضرر كبير جدا بالنسبة للمواطنين، وطبعا تعرفوا القاعدة القانونية اللي كتقول لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يزال. إذا مادام أن المواطنين يعني عندهم ضرر فيجب يعني إزالة هذا الضرر طبعا الناتج عن طبعا التجارة في المتلاشيات وكذلك تربية الحيوانات طبعا اللي هي عندها المجال ديالها اللي فيه ضرر بالنسبة للحيوانات، لأن الحيوانات ماشي هذاك هو المجال ديالها، وكذلك حتى بالنسبة للساكنة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية عندنا مشكل آخر ديال التبليط ديال يعني بعض يعني الأماكن اللي هي في مواجهة أو أمام يعني المنازل، فهي غير مبلطة من طرف الجماعة، مما كيدير لنا مجموعة من المشاكل. مثلا في موسم الأمطار يعني مجموعة من المنازل كتغرق، كتدخل المياه داخل يعني داخل المنازل، وبالتالي هذا كذلك ضرر ناجم عن أن الجماعة ديال الحي الحسني لم تقم بدورها، وراسلناها مرارا وتكرارا لضرورة القيام بهذا الأمر وضرورة يعني إبرام صفقة من أجل يعني استكمال يعني تجهيز هذه المنطقة يعني اللي هو حق يعني رئيسي بالنسبة للمواطنين حسب الدستور المغربي وحسب القوانين. فطبعا الجامعة مادام أن المواطنين اشتروا هذا الوقع وخلصوا التجهيز إلى آخره، وعندهم ما يثبت بأنهم خلصوا التجهيز، فالجامعة لحد الآن لا زالت تنصل من هذا الأمر، وهو يشكل كذلك ضرر كبير بالنسبة للمواطنين. وكما قلنا بأن الضرر يجب أن يزال، ولكن طبعا درنا مجموعة من الشكايات الكتابية، ولكن يعني الوسيله الاخيره اللي بقات لنا هي ان نلجأ الى وسائل الاعلام وخاصه القناه المشكوره، وشكرا جزيلا. مرحيم، بالنسبه لنا المضرات اللي عندنا هنايا ان حنا كنقولوا كنعيشوا في مجال حضاري، حشول الله واش مجال حضاري كاين حدانا. بالنسبه للبقار الحمير حدانا واحد السيد مكرفس واحد الدرجه ما تصورش، شرينا في واحد الوقيته اللي قلنا حنايا ان شرينا زعما وسط المدينه والمسائل، الا بينا كنتفاجئوا ان كنلقاو هنا باقين. بالنسبه للطرق عندنا نص في تطوار ونص ما عدناش. شرينا بالاول شرينا بالنسبه للبلان حنا كنا قلنا 20 متر، وخدنا من اللي اسمه زعما حسوب على جماعه الحضاريه يجيب، وخدنا بالتجهيز والمسائل، الا بينا كنلقاو ان ما كاين لا تجهيز ما كاين لا نقاء ما كاين لا فهمتي، من واحد الحاله يرثى لها. تحرمنا من بالنسبه ل 20 متر قلنا ماشي مشكل، تحرمنا من الطريق اللي كانت كبيره عندنا ما تحرمنا منها قلنا ماشي مشكل، بناو لينا موبل اونفاس معنا، بناو لينا مدرسه اونفاس، سدوا لينا داك الشارع قلنا ماشي مشكل. وإلا بينا كنتفاجئوا أن كنلقاو مشينا درنا شكايات، درنا عدة شكايات بالنسبة للسلطات، بالنسبة ما كان إلا بينا كنتفاجئوا أن كنلقاو بالنسبة للبقار بالنسبة للحمير حاشا المتسمعين بالنسبة للأزبال، كاين واحد البؤرة اللي هنا بؤرة سوداء بالنسبة للأزبال بالنسبة للغبرة بالنسبة شنقول لك واحد المعيشة ما شاء الله وصافي وحق الله العظيم. لا طبنا بهذا المصطلح طبنا وفهمتي. بالنسبة للتصور في الشارع العام كاين حيوانات، كاين بؤرة ديال دوك ما يسمى بدوك متسكعين، بالنسبة ل كيقولوا كعارة بهذا المصطلح فهمتي، بالنسبة للكعارة كيتجمعوا تما كاينة يعني واحد البؤرة سوداء. وبالنسبه للغبره بالنسبه والمشكل بغيت نعرف واش هاد المسؤولين واش ما كيشوفوش واش ما حسوش بهاد المواطنين، ما كيدوزش من هنا باش كيشوفوا ما شاء الله. ودعينا اش نقول لك، ندعو من الله بهذا المصطلح، لان فاش كتجي تشوف كتلقى راسك انك كتقول هنا انا ساكن وسط المدينه وان وليداتي كنتمنى حتى هما فيهم بشر الخير والمساي، الا بينا كنتفاجئوا ان واش ما عرفتش انا واش كل متواطئ مع هاد الناس ولا شكون اللي مخلي هاد الناس.